هل فينا نتحكم بأحلامنا؟ سؤال كتير حلو. في بعض الأشخاص بيقدروا يتحكموا بأحلامهم، بنسميهم lucid dreamers. بيكون عم يحلم وعارف حاله عم يحلم. والأحلام شيء لغز كتير كبير للنيوروساينس، وحلو إنه مرات إنه بالعلم في لغز. عم دائما نحكي بالعلم كانوا شيء أكيد، بس it's a huge mystery. لفترة طويلة ما كنا نعرف، وبعدنا ما كنا نعرف ليه بنحلم، بس بنعرف إنه في ناس فيها تتحكم بأحلامه. كيف بنعرف إنه في ناس فيها تتحكم؟ فيني كذب، فيني أنا أكون إيه أنا بتحكم بأحلامي وكون عم كذب. عملنا اختبارات وين بنسأل أسئلة لناس نايمين، وبنشوف بنعمل ريكوردينجز للدماغ تبعهم، وبيجاوبونا على الأسئلة هني ونايمين. يعني بنقول لهم اوكي شفنا هلا انه انتم فيكم تعملوا لنا سيجنال، مثلا تعلوا ايدكم هون، ما تعملوا شيء حركه بدماغكم، نحن رح نشوف الريكوردينج تبعها. هيدا هو السيجنال، صار فينا نحكي معهم، نسالهم اسئله من الواقع وهن بيجاوبونا بحلمهم. وهيدا كان بريك ثرو هيوج لتفسيرنا للنوم، لانه لفتره كثير طويله كنا مفكرين انه وقت حدا بينام ذا كونشسنس الوعي تبعنا از كت اوف من العالم الخارجي، يعني ما بقى عندنا صله وصل مع عالم الخارجي. وقتها قدرنا نكون ونجمع أشخاص بيعملوا lucid dreaming، اكتشفنا أنه لا، هيدا الشيء مش هو. في تيم ريسيرشرز بباريس عندهم اسم كثير حلو اسمه The Dream Team بالECM Institut Cervoy de l'Amoine بمستشفى بيتيه سابتخيار، بيشتغلوا هالشغلة. وعملوا طلعوا مقال مش من زمان، من شيء كم شهر، كثير حلو، لأنه فرجوا كمان أنه حتى الأشخاص يلي منهم lucid dreamers عم نقدر نحكي معهم بحلمهم ببعض الاحيان. وقت نقول نحكي معهم، مثلا نطلب معهم منهم يعملوا اكزرسيسات ماتيماتيك اتسترا، مش انه بنحكي معهم يعني بنقول له طفي الضوء. هلا الاشخاص اللي منهم لوسيد دريمرز، هل فينا نصير لوسيد دريمرز؟ في بعض التكنيكس يلي بتوعد انه اذا بتطبقوهم رح تقدروا تعملوا لوسيد دريمز، ومرات بتزبط. بعض هالتكنيكس مثلا اسمها جورنالينج، وقت توعوا بالليل مثلا انتوا عم تحلموا تكتبوا شو الحلم تبعكم، تجربوا ترجعوا تكفوه وقت تغفوا، لانه مش نفس الطريقه بنحلم حسب السليب سايكلز تبعنا. في الري ام سليب وين عندنا نوع احلام، وعندنا غير فاز بالحلم، فينا نفسر شو فاز النوم بس ما بتخيل بهمكم حاليا. وين عندنا غير انواع احلام، في احلام كثير محدده وين فينا نعمل لوسيد دريمينج، وين فينا نحكي مع الاشخاص النايمين. سو في الجورنالينج، فيكم تحطوا الارم توعوا حالكم وقت تعرفوا، بتحطوا سليب تراكر كثير بتعرفوا تقريبا انت عم تفوتوا بهالفيزز وين الاحلام بيصيروا كثير كثير فيفيد. انواع الاحلام تتغير كمان حسب السليب سايكل تبعكم، سو بدكم تكونوا بالسليب سايكل يلي بيكون فيفيد، يلي بتكونوا قريبين شوي من الوعي وين فيكم توعوا ودغري ترجعوا تناموا. في غير تكنيكس، مثلا في فيلم اسمه سكانر داركلي بيحكوا عنهم، مثلا بالاحلام ما في شيء اسمه كونتينيوتي. مثلا اذا انا بفل هلا من هالستوديو بفتح الباب، في يفتح الباب بصير بغابه، وبعدين بركض وببرم حد شجره مثلا. كل ما في change in the environment ما في continuity، بصير فجأة بنايت كلب، وبالنايت كلب قريب فوت على الحمام، فوت على الحمام بصير مثلا ببيت طفولتي. سو في بعض التكنيكس كمان تروح يتعلم lucid dreaming، هو انه يعمل تيست للcontinuity بالواقع، مثلا تكبسوا الانتربتر كبسة الضوء وتشوفوا اذا بيضوي او لا، منين ما بتزبط لان فيها تكون مقطوعة الكهرباء، بس تنقول انه في كهرباء بتجربوها. بالدريمز كتير مرات ما بيزبطوا الكبسات، continuity test. في هيك مثل تيست تصيروا بتعملون انتم واعيين، تصير عندكم العاده تعملون بالحلم تبعكم. وقتها بالحلم التيست فيلز، مثلا المفروض ورا هالباب يكون في الحمام، بفتح الحمام وبيطلع في غابه، بيبعث لي سينيال لنفسي انه انا هلا عم بحلم. واول ستيب لللوسيد دريمينج هو تصيروا تعرفوا ايمتى انتم عم تحلموا. وانس بصير عندكم القدره انه انتوا نايمين تقولوا لحالكم اوكي انا هلا بحلم، النكست ستيب هو تبلشوا تتحكموا فيهم، بتعرف تطيروا، تتنفسوا تحت المي، كل واحد يعمل الفانتسيز تبعه، ما حد دخل الفانتسيز تبعكم. بس فينا نتحكم بالاحلام تبعنا، مش كلنا، ما بنعرف كثير منيح كيف نقدر نخلي حدا يقدر يعمله، بس الشيء الاكيد هو انه في ناس عندهم هالقدره، وهالقدره عم نستعملها كثير بالعلم تنتعلم كثير كثير قصص عن كيف بيمشي النوم، كيف بيمشي الاحلام، شو فايدتهم، هل عندهم وظيفه، وهل عندهم معنى. لأن في كتير ناس بيجربوا كانوا يعملوا dream analysis، ونتخيل إنه هذا شيء منه كتير مظبوط وأكتر pseudo scientific.